بلاك، قل له أسود، يعني حتى ما بيحكوا بالإشارة. بالإشارة أنا مرتين إجيت على اليونان، إجيت بال2015 عبور، ورحت قدمت لجوء في بلجيكا في تاريخ 24/8، وكانوا أطفالي بيروحوا على المدرسة وعايش نظامي طبيعي، حياتي كلها طبيعية ببلجيكا وما في أي مشاكل. 2017 بتاريخ 1/11 كان عندي إجازة مدة أسبوع نازل فيها على اليونان زيارة، جيت على مطار سالونيك وأخذت بولمان ومشيت بالسيارة عن طريق الجي بي إس، فشافوني جماعة ملثمين واخذوني على الحدود التركية اليونانية. بلاك، كله أسود، يعني حتى ما بيحكوا بالإشارة. بالإشارة اخذوني وحطوني بزورق صغير على النهر أنا وأطفالي، فأت أوراقي ما معي شيء، أخذين كل الأوراق وحطوا موبايلي بالمي بالنهر. جينا طلعنا على من تركيا، لما وصلنا على تركيا مسكنا العسكر، العساكر الحدود، العسكري الحدود، وحطونا بمنطقة عسكرية لمدة 3 أيام لأنه كان في عطلة. ما معي لا ورق ولا معي أي شيء، لا أيدي ولا شيء. طلبت من السفارة أنه يرجعوني على بلجيكا بأقرب وقت، يعني يعطوني فيزا أو يعني ورق يسمح لي أني أنا أرجع على البيت، يعني أرجع على المنطقة اللي كنت عايش فيها. انتظرت بحدود السنتين على اليوم وبكرة، التنين وجمعة، تنين وجمعة، تنين وجمعة. لما فقدت الأمل كامل، ما في لا رد ولا في من شيء من السفارة ولا شيء، والوضع كتير سيء وما معي أي ورق أمشي فيه، أخذت قرار مع أطفالي أني أنا أحمل حالي وأرجع على اليونان محل ما فقدت أوراقي. أخذوني أنا وأطفالي على مخفر الميناء تبع جزيرة خيوس، حكيت له كل شيء بس طبعا ما كان في مترجم. اللي قدرت عليه وصلت له أني أنا وين ضيعت أوراقي واللي صار معي بشكل عام. بالفعل تواصلوا وبعتوا إيميل لبلجيكا قالوا بدنا نستنى الرد منهم. بهذا الوقت نفسه عطوني أوزفايز، إجاني رفض باليونان أنا أنه أنت معترف فيك ببلجيكا. بعد تقريبا 3 أشهر إجاني رفض بالعودة من السفارة البلجيكية. سبب الرفض أني فاقد عنواني ببلجيكا، يعني ما في ما يعني يعني لا بلجيكا عم ترجعني، جاني رفض من بلجيكا. انا لو اني ببلجيكا مقدم على جنسية اليوم معي، انا بحمل الجنسية البلجيكية، لا حكم عليه معي، تقارير طبية معي، ضبط شرطة معي، ما عندي اي مشكلة. يعني اليوم اولادي انا لا بدرسوا، ما عندي مدرسة، ما فيني اخذهم مشفى، ليش؟ شو عامل انا؟ شو عامل؟